السلام عليكم وحياكم الله في مقطع جديد. واليوم انا واحمد بنلعب لعبه فيفا 18 على اللابتوب. واللابتوب هذا شيء مميز فيه له كرت شاشه هو 1060 تخيل من انفيديا في الجهاز هذا الصغير. فالميزه اللي فيه له نمدين نلعب على لعبه فيفا في اي مكان في اي زمان. تتحدى في الطياره بدينا اجلدك مشينا طبعا اي مكان حدد بس في ارضك في ارضي اللي يعجبك مو بس فيفا اي لعبه تبغى تلعبها بس. ولكن بنجرب التحدي ونشوف قد كيف انت فنان يا احمد. المباراه اللي فاتت ترى انهزمت والله من زمان. انا لقمتك 3-0 صح؟ 3-0 ما في اي دليل الا اللي. ما في اي دليل والله ما في اي وي وي هيكوين لعب فيك زي كذا شايفين 3-0 شايفين؟ يلا كم الفريم واصل والله واصل انا مبين عندي 180 الله اكبر. احتاج اصلا احتاج انا ما اشوف 180 الكاميرا مرة بعيدة عشان ايش نعرف نلعب زين. تشوف الفريق بكبره ليش تغلط على اللعيبة يا الله الله من اول يا حكم روح انا كنت ابغى اعطيك يعني ادفانتج ايش رايك تراك بالدفاع كويس بعض الناس بيستغربون يقول ايش تقول مربع ودائرة ومدري ايش انا قاعد نلعب على يد تقدر يعني مو لا يحسب انك تلعب على الكيبورد تقدر تلعب على يد حتى احمد شابك اوبا وانا شابك بلوتوث عادي يقبل ما في اي مشاكل. احمد سلك تعبان يعني يمديك يمديك يا بلوتوث يا نفسك والله مركز ابغى اجيب جول عليك ما يمديك يا احمد ما يمديك. وين محمد صلاح؟ سلام عليكم سلام عليكم وين والله جد محمد صلاح وين؟ مجهز لي حركات انت مجهز لي هذا يا تلعب بعيد يا هذا تلعب بعيد وين فاول يا حكم؟ حكم ما فيها شيء كسرت يا حكم ما فيها شيء وين اوفسايد يا عمران؟ وين؟ قاعد تدرب الحارس والله كادر عفوشت شوي الحارس خليته يشد عضلاته شوف مرة ثانية الحكم احمد ربك جايك ببلاش غيرك يدفعوا له الملايين عشان يغشش له زي اليوفي؟ ايه ليش صفر الحكم؟ ليش صفر من جد ليش؟ اي حق غريبة ليش؟ اي حق المفروض يكمل خلاص لين 90 دقيقة ما يحتاج قلة ادب صار يصفرون اللعيبة هوب صلاح بص به ما تعديش ما تعديش فاهمين ليش فيه؟ حكم لا حكم هو لمسه شكله بخصم من راتبه الحكم ذا مين هذا صح؟ الجو ناني ناني لا تكفى والله اعطيك هذا الثاني حق اللاعب ايش فيه اللاعب؟ ايوه مين؟ لوفرن؟ بويا ايش سوى؟ تسلم واضح تسلم اصلا خليتها عشان تسلم ما شاء الله عليك ما شاء الله اخرجوا هذا الجول يا عمران اخرجوا على الكوره على الكوره هذا الكوره كسرت اللاعب فن ايطالي الفريم ريت ما نزل عن 160 ابدا نلاحظ اوه الناس ما تستوعب ترى الحين اللعبه يعني لما تقرب للكاميرا راح تشوف تفاصيل اللاعبين تفاصيل العشب كل شيء يعني مو بس لما تكون قريب راح تشوف هذه التفاصيل شوف شغلتني طب يلا خلينا نشوف التفاصيل طب نقرب شغلتك انت اللي شغلت نفسك شوف الحركه شوف الحركه المهم جول بايخ اكيد شكرا شكرا كذا مره ضايع احس نفسي يلا تقدر تجيب صلاح انا حكم يا بيه والله قفلت عليه دي سنسر بعد قبل يغير دي كمان اطلع 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 شباب اطلع يلا اطلع لا 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 يا عمران اطلع افا ولا جبتها افا المفروض حركت الحارس وين هيكوين ايش قاعد يسوي لا والله هيكوين ما ادري كيف والله الكاميرا حوسه لا ضغط حطيت وايد فرادي سويت شوخ شوخ
خايف من محمد صلاح، لازم اكسر اطلع. خايف انت يعني. خاف مني اول. هيغوين هيغوين اسطوره مدريد ها. يا ما اعرف يلعب لنا. والله عليك هذا خذيه ولا مين؟ والله كادر، والله كادر. مو ضربتونه قتلتونه هناك. هذه الخطه يا عمران. يا صلاح بنالتي. يا الله حكم تسلل حكم. شوف والله يا مرضاني حكم، اذا ما حطيت تسلل والله العظيم ما اصرف على اهلك. باري باري تسوي قاعد صح يا صلاح. العب مين اللاعب؟ مو صلاح ما اشوف من الكاميرا. لازم اقرب الكاميرا زياده. والهدف اوه ملعوب كوتينو. ملعوب ملعوب. قطعت الشبك شفت كيف؟ اما انقطع شوف طلعت الكوره برا. اوه من جدك توقع. نسينا نقول الشباب ان احنا منو، فلا تعب نفسك انت تكتبهم بالكومنتس. اوه بيسمونا. تعبت مسكين والله ما قادر اتنفس. اوه ايش صار؟ ايش بلاش ولا خلي الكره لصلاح ما هي لك. والله من جد شاتها كذا. ايش سويت انت انت انا غير. استعجلت لما شفت. اوه يا لطيفه صلاح والله المره بدأت اكسب زياده بخسر المباراه. لا 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 فايز عليك 3-0. لا لا عمره ما ما ينحسب الذهاب الا ينحسب. كيف ينحسب؟ لا كم من حصة؟ التحدي الجاي إن شاء الله تردها. ما في أكثر من هجوم ساحق. طلع بفوق ما خليه هاجم رأس حربة لو فيه. حكم الكرة معايا حكم. خرب بيته ما نفع الفلوس. ها نشيل نروح مكتبي نلعب. المباراة الجاية إن شاء الله. ندين نلعب وإحنا أصلاً شايلين اللابتوب كذا نجري فيه. يا رجال في انتظار. مشينا؟ إيه تقدر شوفه. والله خفيف. والله؟ أنا أي ساعة هذا كان معايا أصلا. يعني زي كذا نديني أشيل لك إياه وأقول لك. ذكر اللي كان عندي أنا. لا ذاك ما ينشال ذاك ما ينشال. ذاك يكسر اليد. والله جيد يعني فش فش الأماكن اللي ممكن تقدر تلعب فيها. أهم شيء الطيارة. شوف لا نغير الموضوع. إيه. تهزأت أنت. لا بس تعرف الطيارة عندك تلعب. طقطقت عليك المهم. برضو فايز عليك 3-0 المباراه. لا ما حد شاف المباراه هذه. بعدين الفاصله ان شاء الله. ان شاء الله الفاصله في الطياره. اول نمسك خط الرياض مشينا ناخذ الاسبوع الجاي رايحين خلاص نجربه في الرياض في الخط. عندنا كمان فين نلعبه؟ وين اختار اي مكان اي مكان اي مكان اي مكان الا الدوائر الحكوميه اتوقع. واحنا نتغدى ممكن اي يعني اي جميع الاوقات بس واحنا نشتغل وقت الدوام صحيح مثل الحين. هذا هو الفيديو. يعطيكم الف عافيه ان شاء الله استمتعتوا. فزت على عمران فاز علي من رغم انه محمد صلاح ما لعب زين في الجيم وفاز علي يعني يعتبر شويه اهانه. هذه الحاله كفايه. هذه والله كفاية. والله هذه كانت والله هذه الحاله. مسكين الحارس. ولا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم. يعطيكم العافيه. مع السلامه.